على كل للمزيد من التفاصيل معنا من مدينة كوفنتري في بريطانيا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بكم سيد رامي، تفاصيل أوفى حول هذه الضربات التي استهدفت ريف دمشق. نعم، مساء الخير. 3 قتلى على الأقل، بينهم سيدة موجودة كانت في منطقة الاستهداف، ليس في المؤسسة أو المنشأة التي جرى استهدافها من قبل الطيران الإسرائيلي، وهي مؤسسة جهاد البناء التابعة لحزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية، جرى تدمير آليات فيها، قتل فيها شخصان بالإضافة لامرأة تخطم في محيط المنطقة المستهدفة، وكون أن المؤسسة هذه موجودة في منطقة يوجد بجوارها مباني سكنية. حتى اللحظة 3 قتلى، تدمير آليات، وعلى ما يبدو بأن إسرائيل حققت هدفها في أولا في تدمير الآليات التابعة لمؤسسة جهاد البناء، وثانيا لا نعلم إذا ما كان القتلى الآخرين حقيقة الأمر هي شخصيات مستهدفة أم هم من حراس هذه المؤسسة التابعة لحزب الله والتي تتواجد في محيط منطقة السيدة زينب على بعد أقل من كيلومتر من مقام السيدة زينب. طيب سيد رامي، هم التفاصيل عن بنك الأهداف، يعني المنشأة المستهدفة والمنطقة التي تم استهدافها بالتحديد. المنشأة هي مؤسسة جهاد البناء، وهي من المفترض بأنها مؤسسة إنشاءات تابعة لحزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية، جرى استهدافها بشكل مباشر. المنطقة تقع مباشرة على بعد أقل من كيلومتر من مقام السيدة زينب، وهي منطقة يسيطر عليها ويهيمن عليها حزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية والعراقية الموجودة داخل الأراضي السورية، مع تواجد شكلي لقوات النظام وبعض الحواجز الأمنية. طيب ماذا عن حجم الخسائر؟ 3 قتلى، من بين القتلى هناك امرأة مسنة موجودة كانت في محيط المنطقة المستهدفة، قتيلين في المؤسسة المستهدفة، لا يعلم حتى اللحظة إذا ما كانا من حراس المقر أم من شخصيات جرى استهدافها في هذا الاستهداف الإسرائيلي الذي طال المؤسسة التابعة للإيرانيين وحزب الله اللبناني، وهي مؤسسة جهاد البناء. طب ماذا عن الصواريخ الاعتراضية التي تم إطلاقها في المقابل سيد رامي؟ غير فعالة حقيقة، هي صواريخ أطلقت غير فعالة، بعض هذه الصواريخ على ما يبدو شظايا أيضا سقطت على رؤوس المدنيين، الأمر الذي أدى أيضا لسقوط جرحى في صفوف المدنيين، أي أن صواريخ فاشلة، صواريخ غير ناجحة بإسقاط الصواريخ الإسرائيلية. أيضا كان هناك انفجار آخر في محافظة السويداء في أحد الرادارات أو كتيبة الدفاع الجوي التابعة للنظام، لا أعلم إذا كان نتيجة استهداف إسرائيلي لهذه الكتيبة أم صواريخ دفاع جوي انطلقت وانفجرت في هذه المنطقة. شكرا جزيلا، حدثنا من مدينة كوفنتري في بريطانيا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.